جبهة العراقية على اعتبار المقاومة الإسلامية في العراق نوعا ما استطاعت الحكومة العراقية وبالتدخلات وبالإطار نعم التنسيقي وغيره استطاعت من تهدئة المقاومة الإسلامية في العراق نوعا ما، لكن بقت عندنا جبهة غزة هي جبهة فعالة، هنالك قتال شديد يدور في غزة، والأخطر من ذلك أنه بعد أن 60 يوم لديهم هذه الجبهة على الأقل الجبهة اللبنانية متوقفة في هذه 60 يوم، ربما نعم يفتح جبهات أخرى، ربما ضرب أهداف العراق وربما حتى ضرب أهداف في إيران، على الرغم من إيران بعثت رسالة تهدئة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قالت لهم نحن سنؤخر عملية الوعد الصادق 3 من أجل أن نعطي المجال للحكومة الجديدة الأمريكية برئاسة ترامب، من أجل أنه على أساس أنه يقوم الهدوء في المنطقة على هذا الاعتبار، لكن أنا أرى بأنه المخطط الكيان الصهيوني ربما أبعد من ذلك، يعني هذه حسب رؤيتي، ويبقى المستقبل هو اللي يكشف ما يدور في عقول الموجودين القيادات الموجودة.